معايا تليفون. بصي انا بقطع، معايا تليفون جميل جدا جدا جدا، معايا الفنان العظيم الجميل ابراهيم نصر. الو الو، ايوه اهلا ايوه اهلا، ازيك منور الدنيا. ازيك ست الفل؟ الحمد لله تمام. معانا الجميله ياسمين اللي كانت طبعا بتشاركوا في مسلسل فوق السحاب اللي كسر الدنيا. عارفها دي، حبيبتي خالص دي. حبيبي، ايه رايك فيها كممثله بقى؟ لسه اول مره كانت تشتغل، كان معاكم في الفيلم في المسلسل. لا كانت هايله جدا، وكل حاجه بتعملها صح، كانت بجد كويسه قوي قوي رائع والله. رائع رائع. انا على فكره مش بقول كده عشان على الهوا، نعم بنوته زي العسل، وعايز اقول كلمه يا رب تبقى من حقها ومن نصيبها زي ما بيقولوا، يعني هتبقى نجمه كبيره. ده بصي حبيبي الكلام ده حبيبي، ربنا يعني، ده بصي شرف خبره ليا خبره يعني، السنين بجد كلها شرف استاذ ابراهيم ليا نصر. والله، شرف يا ليا ان انا اشتغلت مع حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. انت نورت انت الدنيا في زي رمضان يا استاذ ابراهيم، وان شاء الله عايزين نشوفك دايما كده، ما تغيبش عنا، ربنا يخليك يا رب. وهنستناك ان شاء الله في كلام البنات، عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه معاك. انا عليا ليك يا حبيبتي، ميرسي اكيد. جدا. شكرا جدا لحضرتك، ميرسي، لا باي ميرسي باي. دايما. باي باي.